اخويا ما بنزلاش لك ليه؟ خد الميه، خد الميه يا حاجه فاهمه، خد الميه اهي. طب انت عايشه ازاي كده يا حاج؟ عايشه ازاي كده؟ بيجي يرميلها لك مش فاهم انت عامل ايه بالظبط. اهلا بيكم. لما حد بيجي يستغيث بعد ربنا بيك ويقول لك الحق، في اخ حابس اخته 22 سنه، لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، بيدخل لها الاكل من تحت عقب الباب، عقب الباب مفيش حتى براسها حتى مخرجاتها في طبق، ممنوع ان هي تشوف نور ربنا، ممنوع ان هي تطلع تقابل حد، ممنوع ان هي تكلم حد، كل حاجه ممنوع، حابسها جوه اوضه مظلمه. كله ده ليه؟ عشان يحرمها من المراس. هل الكلام ده صح؟ انا رحت وعملت بلاغ في مركز شرطة المنيا، لكن أنا دلوقتي الساعة 10 مساء هروح بعربيتي أتأكد من كل كلمة قالها الراجل ده، ونشوف فعلا هل فعلا في أخ حابس أخته 22 سنة. هي عندها 40 سنة دلوقتي، يعني حابسها وهي ما كملتش 20 سنة. ليه ده كله؟ علشان الميراث؟ طب نتأكد من المعلومة ونشوف، ولازم نساعدها ونطلعها ونشوف كل احتياجاتها ونلبها لها. تعالوا. نشوف الوضع في البيت ده، علشان نشوف البيت اللي هم حابسين فيه السجن. يعني احنا طالعين دلوقتي عشان نشوف الوضع ايه. هنا هنشوف ال ده البيت بقى اللي هم حابسين فيه البنت بقالها 22 سنه جوه الجحر ده، او جوه المدفن ده، او جوه التربه دي. شايفين البوص ده والحاجات دي؟ هي محبوسه هنا، ما حدش يقدر يعمل الاكل من تحت الباب، الشرب من تحت الباب، كل حاجه من تحت الباب، علشان كل ده عشان الميراث وعشان طمع الدنيا. حد يحبس اخته هنا؟ حد يحبس اخته هنا ليه؟ ليه؟ عشان طمع الدنيا. يا اسمع فادية، اسمعني يا حاجة فادية، فادية يا فادية، خد يا فادية، خد يا فادية العيش اهو، خد العيش هرمولك اهو، خد امسك اهو. ادي الاوضه اللي حابسها اخوها فيها، بتاكل وتشرب وكل مخرجاتها وكل شيء في المكان العفن ده اللي ما ينفعش يكون سكن للكلاب. وهي مش عارفه الصوره اجيبها لكم ولا لا، احنا طبعا استللنا في الليل. يا فاديه، فاديه، يا فاديه،
ادي الحته اللي هي عايشه فيها، ادي الحته اللي هي عايشه فيها. يا فادي خد دي، خد الميه الثاني، وادي باب البيت اهو. اهو مساحه كبيره صحيح، البيت يساوي فعلا 3 مليون، 3 مليون اقل حاجه ماشي، لكن ده يستاهل، ده يستاهل. خد الميه، خد الميه يا حاج فادي، خد الميه اهي. اوعى راسك بس، اوعى راسك. يعني دلوقتي هي بتاكل، يعني لو ما احنا رميناها العيش دلوقتي وبتاكل ايه؟ عيش حاف، بتاكل عيش حاف. احنا رميناها قزازه ميه وعيش حاف. دي عندها 40 سنه، اخوها اللي عامل فيها ده. انت كوكس من فوق، كوكس من فوق، كوكس من فوق، كوكس من فوق. انت نزلك بعدين، تعال مرحبا. بتقولي تعالى مرحبا، سامعينها؟ بتقول تعالوا، تعالوا مرحبا بكم. يعني حرام ولا حلال؟ 22 سنه كده، 22 سنه كده، وبتقول تعالوا مرحبا بكم. طب انت عايشه ازاي كده يا حاج؟ عايشه ازاي كده يا فاديه؟ فاديه مين اللي حابسك كده؟ مين اللي حابسك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الراجل المحترم ده هو اللي جالي وقال لي انا بستغيث بعد ربنا بيك. ليه؟ طبعاً. قال لي في ست محبوسه بقالها 22 سنه. تمام. مين اللي حابسها؟ قال اخوها. ليه؟ طمع الدنيا، البيت يساوي 3 4 مليون جنيه، اخوه مش اخوها مش عايز يديها حاجه فحابسها. طب الاكل بنرمي لها من الشباك، والشرب بنرمي لها الميه منين؟ زي ما رميت هنا كده، انا رميت لها عيش ورميت لها الميه. اخوها حتى البراز مكانها. يا حاج انت اللي جيت لي. تمام، انا جيت لك. ايوه. ايه اللي انا شفته ده؟ شفت واحده تحت بدواء زي ما انت شايف حضرتك كده، 22 سنه، 22 سنه محبوس. اي حد من الشارع ما يجيب اي اكل يجي يطلع عندنا احنا من البيت ده، يطلع من عندك. اخويا مجاهد ده اللي جه، يعني مجاهد ده يقدم زي ما انت حضرتك اعطيناك العيش، ويجي يرمي لها الاكل من الشباك زي ما انت عملت بالظبط كده، زي ما احنا اعطيناك العيش وانت رجعته لتحت وزي القزازه وزي كل حاجه. هو البيت ده سواء قد ايه انت بتقول؟ اقل حاجه 2.5، 2 مليون ونص اقل حاجه، اقل حاجه، اقل شيء. فطبعا لها ورث فيه. طبعا. فطبعا اخوها ما مش عاجبه الكلام ده. وفي اخ تاني حارمه برضه، حارمه برضه كامل قواها العقليه. بس هو حابسها كده، دي مش اخته، شقيقته، شقيقته، اب وام، اب وام. اه فادي اسماعيل مهني وغلب اسماعيل مهني، امه اسمها حسنيه برضه، وهي ام حسنيه برضه. وايه ده؟ طب انت اللي بترمي لها الاكل؟ ايوه. طب يعني انتوا جماعه ما وترموا لها الاكل ليه؟ ما تنزلوا تحت وتفتحوا وتوكلوها وتشربوها وتغسل. دي بقى لها كام سنه ما استحمتش دي؟ ادي لك كده يا باشا، شعرها لف على بعضيها. يعني هما كده ما ينفعش الباب بتاعهم يتفتح، لان هما بيزعلوا لما حد يخش مثلا يعمل معاها اي حاجه. كانت في الاول الجيران بتخش ساعتك بشطفها كده، تحميها وتلبسها وتوكلها. كان امه اخوها بتزعل، وكان اخوها كان بيزعل. اه والله 22 سنه كده. وسعادتك برضو يعني في حياه تانية برضو عايز اقول لحضرتك عليها. يعني انا برضو يعني انا صعبان عليها المنظر والريحه، في ريحه يعني هي بتتبرس مكان ما هي مكانها، كل مخرجاتها مكانها، مكان ما هي قاعده ما فيش اي حاجه. يعني في ساعة ما النطرة كانت بتنطر والشوارع كلها غرجانة، أنا مع نفسي ما كنتش عارف أعمل إيه، أرمي بطانية، أرمي حاجة. يعني سعادتك كان منظر برضو يعني سرش العادة ولا حبيب، بس اللي بيقدر عليه ربنا الواحد بيعمله بصراحة. ما أصل المطرة هتنزل عليها، ده عفش بوس، عفش زي ما أنت شفت. وهي قاعدة كده تحت المطر، أخوها ما جريش عليها يغطيها، ياخدها عنده، ده بني بيت حلو قوي. سعادتك كده هو فتح من الشارع التاني ماشي، و البيت واخد المساحه دي كلها، واخد عشان كده بيساوي ملايين. هنا والشارع العمومي، وفي شارع تاني ورانا كده سعادتك هو فتح في الشارع التاني. طب ما تكلموه انتوا رجاله، انتوا بسم الله ما شاء الله، لو كلمتوه تكلموه قول له ارحم اختك. يعني هو مش شايف لا مؤاخذه يعني اخته بالمنظر دوت، يعني ما بيوكلهاش ليه؟ ما بيوكلهاش يشرفها ليه؟ هو ممكن سعادتك يعني ممكن يوم مثلا يعني، ويومين ثلاثه لا يعني نتكل عليكم انتوا، اللي عايز يوكلها يطلع عندكم يرميها من الشباك. سعادتك هي ممكن انت لو شفت سعادتك لو كنت جيت بالنهار كده وفي الجو كده يعني منور شويه، كنت سعادتك كنت شفت العيش مصوف، وممكن هي تبقى بتاكل في العيش مصوف. اخويا يعني منظر بصراحه بس انا مش عارف نوصل لك بمرض الله. كنت النهارده اول ما جيت لي النهارده انا قلت لك هتحتار النهارده اول مره، وانا كلمت رئيس المباحث وخليته ما خدتش المباحث كلمك النهارده. تمام، حصل والوضع ده مش هيستمر كتير، بس انا حاسس ان هي اتدمرت جهد الداعي ده كده، اتجننت. هي اتجننت، اي حد مكانها يتعب، اي حد مكانها لازم يتعب نفسيا. البنت اللي بادئ لما 22 سنه كده. ايوه، الجيران والحريم اللي بتخش، لا جوازها ولا خلاها تشوف ولا خلفت ولا اي حاجه. هي اتجوزت مره وجوزها مات، جابها من ساعتها قال لها انت وشك وش موته، ما تموت الرجاله، حطها مكانها وراح مكتفها بسلاسه. كان مكتفها بسلاسه لغايه دلوقتي، متهيألي مكتفها ابنها مش لا 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 مفكوكه، بس هي ما بتنقلش من المكان دوت. يعني انت شفت سعادتك المطرح فيها قاعده كده، تعابين في المكان دوت، ووش والريحه. انا اساسا ما اقدرش افتح الشباك بتاع الشقه. انت فتحت عشان نرمي لها الاكل. انا ما اقدرش افتح الشباك بتاع الشقه يعني عشان خاطر برضه ايه، يعني الريحه جامده، الريحه بتطلع فظيعه.
من هناك يعني. أكون احنا بنتكلم عن المركز القومي للمرأة فين؟ أنا كلمت النهاردة رئيس المباحث ومفتش المباحث وهم كلموا الحاج بالكتير، مش هنقول النهاردة، بكرة إن شاء الله هيكون في وضع تاني. أنت كل اللي عايزه ستات مراتك ينظفوها، مراتي أمي وأختي أي بناتي هنا ينظفوها، بني آدم حاج بني آدم بس حتى لو هي من حقها تستحمل ده شعرها يعني شعرها 22 سنة ما تصرفش. مكمل بعد احترام ليك عامل زي مؤاخذة فار والغنم زي فرقة. البنات ولادي انا اللي بيدلوا لها اكل اهو. انت سعادتك لو 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 برضه لو هي جامت بالنهار انت هتشوف الهدوم. انا عايزك تشوفك في النهار. لما هي كلها اوراق يعني ما. انت عايز دلوقتي كل اللي طلب الستات ياخدوها يحموها ينظفوها يوكلوها. اللي طالبينه من ربنا يا استاذ سعادتك. انت ما تعيش فين ده؟ هو الدنيا كان ما يتعيش فيه. لا يا باشا ده البيت من بره فدان تاني. ما هو مش هجعتها معاه، هو مش عايز يجعتها معاه. شوفوا لنا حل. خدوها الحكومة تعيش. دار مسنين ولا اي حاجة. دار مسنين شوفوا لنا حل. يعني يبقى الملك ده كله يبقى 3 مليون وتروح تقعد في بيت مسنين؟ الموضوع في دي كله يعني في مكان متظبط من قدام. لما في مكان متظبط هو مجعتها ليه كده؟ معرفش بقى اللي حد مخايف حد يدعي حاجه من بره او ان هي تفتح وتهرب او ان هي تهربي. بس هي عارفه ده ما بتتحركش من مكانها يا نار. ده طب لا ما بتهربش ده اول ما رميت لها العيش اللي انت عطيته لي ابتدت تكسر فيه وتاكل. اخويا مصورها على الفيزا عنده من بره برضه يعني ينفع. مش عايزين نعمل مشاكل مع اخواتها. ما هو مش عايزين نعمل مشاكل مع انا جاي في الليل دلوقتي عشان مشاكل مع اخواتها. شفت طبعا الاخ بيعمل ايه في اخته؟ شوف حبيسها فين؟ لا لا وقاية من المطر ولا من الشمس ولا لقمة ولا كوباية مية ولا أي حاجة. الحاجة يعني البيت جنب البيت. مالها مالها الحاجة؟ كمان الجماعة ما يدلولها من فوق من الشباك. لكن الباب ده من مقفول عليه. عمرها ما طلعت في الشارع. لا ما طلعتش. مين بيحميها؟ كانوا مسلسلينها في الأول وبعد كده ضربتنا في سلاسل؟ أيوه زي ما قلت لحضرتك. طيب أنت دلوقتي بتدخلي تنظفيها وتحميها وتلبسيها؟ لا أنا عشان ما أخش ممنوع مانعين كل وقت وحشين بس ده يرضي مين؟ طب ما يعيشها طب ما يعيشها في حته نظيفه. وانا نظيفه ولا غيري؟ حسب الله ونعم الوكيل. ادي الدنيا ادي الدنيا وطمع الدنيا عشان بيت بيقول بيساوي 3 مليون جنيه. يرضى مين ده؟ حتى لو حد دخل اكل ولا شرب ليهم جوا ياخدوا الاكل والشرب ويشبعوها جت ويلجحوا الاكل ولا ما ياكلوا يضربوها؟ يضربوها ياخدوا منها الاكل ولا ياكلوا ولا يشربوها ولا يسموها ولا حتى الميه ولا اي حاجه. حتى لو حد من الجيران ودى حاجه يزعطوه لبرا ويسيبوه من غير اكل ومن غير شرب ومن غير اي حاجه. لولا يا جماعه دول كانوا ودينا مثلا حاجه كده من شباك بالداس. من الشباك بالداس ده كمان ده سرقه كمان. اي واحد من البيت دولهم يودي لك الحاجه من بالداس. لكن اي حد اللي دخل حاجه شبعوها كانت وهي لابسه ايه اللي لابسه على جسمها؟ لابسه شكاير خيش مقطعه وهدوم مقطعه وحاجات انت تقرف تبص عليها بس. وشعرها ده لوكك كده طيب لوكك كده طين هنا لوكك كده ما حدش بيحميها 22 سنه لوكك كده طين. هي لوكك اللابسه فوق اللابسه هي شكاير اللي لابساها شكاير. طب واخوها ما بيصعبش عليه منظره منظره؟ هو اخوها كده عنده دم والجنيه والطين والارض والبهايم وعايزين يجوز الودا وعايزين يروح هو على حساب اخته عادي. هو مش مشكله عادي. خلي حد في الدنيا يخش يدخل على واحد يا ريت ما تقدرش دلوقتي ندخلها ولا حد يخرب الدنيا يا اخوها. يعني ما تقدرش تدخلها دلوقتي؟ انت لا مؤاخذه ما تقدرش تجري حتها بسببه هو اللي عامل في اخته كده. يعني ليه اخته كده؟ اخته هي السبب. ها؟ هو ما يقدرش يخش. ما تقدرش تخش. ما انا بقول له ما حدش يقدر اي. ايوه دخلناه؟ لا ده وحش قوي ده بني ادم فظيع. ان ماتت بربنا ما يحبها. يا ساتر. والله العظيم دي ربنا ما ده ربنا دخلها الجنه كده. يعني تموت ولا فيها حل من الاخ؟ هي تموت انت رايك تموت؟ ولا مش عايش الكلام اللي انا بقوله هي دي هي كده عايشه في النار. اشكركم.